باربل كيرلز حركة لنمو عضلات البايسبس، يمكن من أشهر حركات البايسبس على الإطلاق، ومن أكثر الحركات اللي بتعطينا حجم للبايسبس، مش هيك مشهورة الحركة. لاحظوا كيف عم بطلع بعصر البايسبس فوق وبنزل. فيني إذا تعبت أعمل شوية تشيت كيرلز، شد بالكور شوي إذا أنا بروفيشنال، بس إذا مبتدئ بعدني بهاللعبة وهالحركة فضل خفيف وزن وأطلع بطريقة حس فيها بالعضلة بلا ما أضغط على المفاصل وعلى رقبتي بطريقة غلط. ركزوا تتصيبوا البايسبس، كتير سهلة على الحركة بالتنفيذ، بس ما تنغروا بالأوزان الكتير، أحلى ما تروحوا البايسبس والتندن تبع البايسبس. صيبوا العضلة مش المفصل، هيدا هو المبدأ تبع الحركة. Let's do it.